مساء الخير مشاهدي الثقافية ومحبي السينما ومتابعي برنامج السجاد الأحمر، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة فيها الكثير والكثير من الكواليس والأخبار واللقاءات السينمائية المنوعة، وهذه أبرزها. حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي بدورته 77 ما زال حديث الناس. وتوزيع جوائز النقاد للأفلام العربية على هامش فعاليات كان. عم نتعرف على كلتشر جديدة وثقافة جديدة. الفيلم فعلا لم يخيب ظننا. بالنسبة لي ده تكريم عظيم ومهم. شرف كبير بالنسبة لنا. بصراحة الرهان كان كبير. ومشاركة نورة في مهرجان كان فخر للمخرجين في الخليج. عشنا سنوات نأمل أن هذه هي النتيجة المرجوة. العالم يبي يشوف شنو عندنا من قصص. وهؤلاء النجوم هم الفائزون في حفل جوائز البافتا للتلفزيون. وفرسان قريح يجمع بين الكوميديا والرياضة. هذه هي الفكرة إن شاء الله أن تعجبكم. كمدرب يعني أقول إن شاء الله أن بنصعد بالفريق. فرسان قريح من الأعمال المهمة. في أشياء كثيرة صراحة كان صعب تركيبها في البداية. شوي ما تفهم بالكورة بس تحاول يعني. والسجاد الأحمر يلتقي نجوم فيلم أبيجيل. Dan Stevens, he's such a good actor. That was sort of the challenge. We all on that mission. That's what bonds us. ونسترجع ذكريات كتيبة الإعدام في الأفلام الكلاسيكية. فيلم بيحمل معنى وطني في الأساس. أكثر من 18 ساعة عمل. أنظار العالم كلها اتجهت إلى افتتاح مهرجان كان السينمائي اللي انطلق بدورته 77 يوم 14 مايو واللي يمتد إلى 25 مايو. طبعاً السجاد الأحمر راح يخصص الأسبوع المقبل حلقة خاصة بأبرز نشاطات المهرجان، كوني أنا وفريق البرنامج راح نتواجد هناك ونغطي أهم العروض والمسابقات والفعاليات، واللي أكيد من أبرزها مشاركة الفيلم السعودي نورة في مسابقة نظرة ما. أما الحين فراح نتعرف على أجواء حفل الافتتاح اللي تواجد فيه نجوم العالم وتصدر عناوين الأخبار. وقبل الافتتاح الرسمي كانت لجنة التحكيم برئاسة غريتا غيروغ على موعد مع البروتوكول اللي جمع كل الأعضاء: إبرو شيلان، ليل غلادستون، إيفا غرين، وان أنتونيو بيونا، بير فرانشيسكو فافينو، كوري إيدا هيروكازو، وعمر ساي، بالإضافة لناديل لبكي اللي الجمهور العربي كان بانتظارها، تماما مثل أسماء المدير عضو في لجنة تحكيم مسابقة نظرة ما. نجوم كثير احضروا لمشاهدة فيلم الافتتاح The Second Act مثل جين فوندا، هايدي كلوم، وأكيد مخرج العمل كوينتن ديبيو، وأبطال الفيلم واللي أبرزهم ليا سيدو. ومن العالم العربي حضر كل من يسرى وريا أبي راشد، وكمان شفنا يارا النملة، ديالة مكي، فرحان أبودي، ومحمد التركي اللي حضر إلى جانب جمان الراشد اللي شفناها بصورة مع ميرل ستريب واللي كانت مكرمة في هذه الليلة، فميرل حصلت على السعفة الذهبية من جولييت بينوش، وهذه الثنائية الأيقونية تصدرت حديث الكل. وأكيد لاقت ميرل ترحيب كبير من الجمهور اللي استمر بالتصفيق لمدة دقيقتين متواصلة، وألقت ستريب كلمة شكرت الكل من خلالها، خاصة إنها تعود إلى كان بعد غياب 35 سنة من إطلالتها الأخيرة عام 1989 لما شاركت بفيلم Evil Angels، وخصت بالذكر غريتا غيروغ اللي أخرجت لها عام 2019 فيلم Little Women. وغريتا كانت مفاجآتها كثيرة هذه الليلة، فقدمت لها زاهو دي سي غازن أغنية مودر لوف من فيلم فرانسيس ها اللي شكلت نقلة نوعية في مسيرة غيروغ عام 2012، وعشان كذا التأثر كان واضح عليها. على هامش فعاليات مهرجان كان، أقام مركز السينما العربية يوم 18 مايو حفل خاص بتوزيع جوائز النقاد للأفلام العربية واللي حملت منافسة قوية ضمن النسخة الثامنة بين الأفلام العربية المشاركة اللي تم إنتاجها أو عرضت لأول مرة عالمياً
عام 2023، والنسخة هذه تضمنت فئة جديدة وهي جائزة أفضل فيلم قصير، وقيمت الأعمال لجنة تحكيم مؤلفة من 209 من النقاد من 72 دولة. وبرز ضمن نسخة هذا العام أعمال سعودية عديدة ونجوم سعوديين مرشحين، أبرزهم فيلم هجان اللي ينافس على 6 فئات، منها أفضل فيلم طويل، أفضل سيناريو، أفضل ممثل إبراهيم الحساوي، وبدوره في الناقة نافس ضمن فئتين، أفضل موسيقى وأفضل ممثلة لأضوى بدر. والحين نتعرف على الفائزين. فجائزة أفضل موسيقى حصل عليها الفيلم السعودي هجان، اللي يعتبر من أكبر إنتاجات مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي إثرا وفيلم كلينك لصاحبها المنتج. أنا كان إيماني كبير بالفيلم من ساعة يعني ما خلصنا البوست برودكشن، من ساعة ما خلصنا المونتاج، وأنا لما شفته أول نسخة عمل حسيت إن إحنا معانا حاجة حقيقية جدا، وحاجة إن شاء الله يعني توصل لحتة حلوة في مع الجمهور، مع المهرجانات، مع النفاد، مع كل الناس يعني. والحمد لله الفيلم فعلا لن يخيب ظننا. فهذا الفيلم قدر يلفت الأنظار من عرضه للمرة الأولى في الدورة 48 من مهرجان تورنتو السينمائي الدولي في سبتمبر الماضي، ومن بعدها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وأيضا في مهرجان الفيلم العربي في سان فرانسيسكو، وصولا لحصوله على 3 جوائز من المهرجان السينمائي الخليجي و4 جوائز في مهرجان الأفلام السعودية، هذا غير حصوله على جائزتين من مهرجان هوليوود للفيلم العربي. مهرجان كان البوتنشال موجود على الورق، يعني لما أنت بتقرأ السكريبت وبتشوفي وين عم بروح، يعني فيه جمالية كتير كتير حلوة وشاعرية، وجاي من منطقة جديدة من السعودية عم نتعرف على كلتشر جديدة وثقافة جديدة، فما كان موجود البوتنشن بالوراء. ومشاركة رولا ومحمد حفظي في كان هذه السنة ما كانت بعمل واحد، فالفيلم القصير I Promise You Paradise اللي كان محمد حفظي أحد منتجينه فاز بجائزة أفضل فيلم قصير، واستلم هذه الجائزة مع مدير تصوير الفيلم مصطفى الكاشف. طبعا بالنسبة لي ده فخر ليا ولأي حد عربي إنه هو ياخد الجائزة دي، سبيشلي هنا في كان. مبسوط إن إحنا السنة اللي فاتت كنا جايين بالفيلم وكسب كريتكس أورد في كان، والسنة دي بناخدها من العرب، فدي بالنسبة لي مهمة جدا إن إحنا بنشوكيس شغلنا للعالم الأجنبي وبنوريهم نفسنا، فبالنسبة لي ده تكريم عظيم ومهم. وتكريمين مهمة أخرى حصل عليها فيلم إن شاء الله ولد للمنتجة رولا ناصر، فبطلة العمل منى حوا حصلت على جائزة أفضل ممثلة، أما كانامي أونياما فأخذ جائزة أفضل تصوير سينمائي عن هذا الفيلم. إن شاء الله ولد صرنا من نطور فيه لمدة 5 سنين، التوبك كتير حساس كموضوع وكنا حارسين فيه، فأنا بعرف بالضبط وين رح يضرب، إيش رح يأثر، وإيش نيكون اللي رح يجينا فيه إن شاء الله. والأصداء الإيجابية كانت كثيرة أيضا على الفيلم السوداني وداعا جوليا للمخرج محمد كردفاني، اللي عرض السنة الماضية في مهرجان كان، وبالذكرى الأولى لعرض الفيلم في هذا المهرجان قدر أنه يفوز بجائزتين، أفضل فيلم وأفضل نص. بصراحة الآن كان كبير على محمد كردفاني المخرج وعلى فكرة وحكاية وداعا جوليا، أول جائزة أخذناها هون، وهذا اليوم الجائزة رقم 40، فأربعين جائزة بالسنة كثير، هذا الشيء بيخلينا عندنا ثقة أكثر كمان بالسينما السودانية وبكل whatever التعب اللي عم نمر، والتعب اللي مر فيه صناع فيلم بنات ألفة التونسي ما راح الفاضي، فلجنة تحكيم جوائز مهرجان كان السينمائي الخاصة بالنقاد للأفلام العربية في نسخته الثامنة أعطتهم 3 جوائز، جائزة أفضل مخرج لكوثر بن هنية، وأفضل تحرير لقتيبة برهمجي، وأيضا جائزة أفضل فيلم وثائقي. شرف كبير بالنسبة لنا، وهذه يعني المبادرة دا دي عرب كريتكس أورد مهمة بالنسبة لنا، لأنه أنا يعني بنشجع كثير المبادرات اللي هي جنوب وخاصة ما بين البلدان العربية، هذا مهم جدا. أما جائزة أفضل ممثل بهذه المسابقة فحصل عليها الممثل صالح بكري عن دوره بالفيلم الفلسطيني الأستاذ. I have to say for those of you who know Sadef, you already know he's an amazing actor, but I do believe in this film he was absolutely phenomenal, and I believe this was his best performance so far. And I think he's as good as any international actor out there. شخصيات عالمية مهمة كانت في لجنة التحكيم اللي اختارت الفائزين بهذه الجوائز، من بينهم الناقد البريطاني بيتر برادشو اللي حصل على جائزة الإنجاز النقدي. I watched all of the movies that were eligible for the film. I watched all of the 2 dozen, I think, feature films and the 10 or 15
short films that were eligible for the film prize, and I found them fascinating in so many different ways. بيتر اللي برصيده العديد من الكتب الناجحة حبينا نعرف منه إذا عنده استعداد يحول إحدى مؤلفاته لفيلم عربي أو سعودي لو عرض عليه مخرج عربي هذا الموضوع. Oh, that would be wonderful. Yes, I would be thrilled if I, my goodness, as we say, from your lips to God's ears. That would be a wonderful thing for me. Yes. والخطوات الكبيرة والناجحة اللي تخطيها السينما السعودية والنهضة المهمة اللي تصير مؤخراً فيها خلتنا نسأل عن مشاركة فيلم نور السعودي التاريخية بمسابقة نظرة ما في مهرجان كان السينمائي لهذا العام. فيلم سعودي لأول مرة في المسابقة يعني نظرة ما أو في اختيار الرسمي لمهرجان كان، ده شيء تاريخي وحدث مهم جداً. وأتوقع أن السنين الجاية يبقى فيه برضو مشاركة سعودية قوية في المهرجانات الكبرى سواء في فينيس أو في كان أو في برلين أو كل المهرجانات الكبيرة إن شاء الله. أنا فخور جدا بأنه السينما العربية عم تروح هذه الخطوات، وما عندنا بس نورة لتوفيق الزايد، عندنا كمان جنة قرية قرب الجنة للمخرج الصومالي مو عراوي. ومن كان إلى لندن وإلى حدث عالمي آخر حظي باهتمام الجمهور مؤخرا هو حفل توزيع جوائز البافتا للتلفزيون اللي جمع أهم النجوم في بريطانيا والعالم، وكان ذلك في يوم 12 مايو تم تكريم أفضل ما تم بثه تلفزيونياً عام 2023 على المستوى البريطاني والدولي، وتوزعت الجوائز على 25 فئة متنافسة ضمن حفل مليء بالمفاجآت تابعناه عبر قناة الثقافية. عن فئة أفضل مسلسل درامي فاز توب بوي بجائزة بافتا التلفزيونية. أما لأفضل عمل انترناشنال فكانت المنافسة بين The Bear, Beef, The Last of Us, Love and Death, Succession وكلاس أكت اللي قدر يحصد الجائزة في هذا الحفل. وThe Sixth Commandment فاز بجائزة ليميتد دراما. أما موبيليتي فتم اختياره كأفضل فيلم قصير. وبعد النجاح اللي حققه سكويد جيم عام 2021 رجع سكويد جيم دي تشالنج وحقق نجاح في هذا الحفل وفاز بجائزة أفضل رياليتي. You feel so lucky and privileged to have made a reality show on this scale. It was incredible. أما بالنسبة للممثلين فاللي تمكنت إنها تتربع على فئة أفضل ممثلة بدور أول كانت سارة لانكشاير عن دور كاثرين اللي قدمته في هابي فالي. من بين برايان كوكس، دومينيك ويست، كين روبنسون، بابا أسيدو، ستيف كوغن، تيموثي سبال فاز الأخير بجائزة أفضل ممثل عن دوره في The Sixth Commandment. جاكلين هو الدور اللي خلى جاسمين جوبسون تحصد جائزة أفضل ممثلة بدور مساند بعد أدائها المميز في مسلسل توب بوي. ومش ممكن يغيب اسم سكسيشن عن هذا الحفل، فحصد ماثيو ماكفيدن جائزة أفضل ممثل بدور مساند. ماثيو ماكفيدن. أكيد لاحظتوا بكل لقاءاتنا مع النجوم اللي قابلناهم إن كان في مهرجان كان أو مهرجان أفلام السعودية أو حتى بالمهرجان السينمائي الخليجي الفخر اللي عبروا عنه بمشاركة فيلم نورة بمسابقة نظرة ما في مهرجان كان السينمائي. وحنا سلطنا الضوء على هذه الخطوة التاريخية لمشاركة أول فيلم سعودي في هذا الحدث العالمي مع الممثلين المخرجين وصناع الأعمال اللي قابلناهم على هامش المهرجانات، هذا إلى جانب دردشتنا معهم بمواضيع أخرى ومن بينهم المخرج الإماراتي مسعود أمر الله آل علي. في سنوات المهرجانات الأولى اللي نظمتها في الإمارات النقاد من مختلف دول العالم كانوا يقولون أنت تراهن على لا شيء، توفيق كان واحد منهم. ونظرة مسعود ما خابت، في توفيق الزايدي أثبت هذا الشيء هو فريق عمل نورة بوصوله إلى مهرجان كان السينمائي اللي يشارك في فئة نظرة ما. اليوم لما توفيق يصل إلى مهرجان كان في قسم محترم جدا من أقسام مهرجان كان، هذا هو كان الرهان، هذا هو الجواب بحجم مهرجان كان أن يعترف بوجود هذا الفيلم، هو اعتراف لنا كلنا
اللي عشنا سنوات نأمل أن هذه هي النتيجة المرجوة. ولقاء نابي مسعود كان بالتزامن مع النجاح الكبير اللي حققه المهرجان السينمائي الخليجي بدورته الرابعة في الرياض، خاصة أنه هو المدير السابق لهذا المهرجان، بالإضافة إلى توليه الكثير من المناصب في الفعاليات الثقافية. ولأن هذا المهرجان جمع بدورته الأخيرة أعمال من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، فأكيد لقاء صناع ببعض راح ينتج أعمال أغنى وأثقل. من المخرجات أنا أعتقد أنها راح تكون كبيرة جدا، يعني نحن في دول الخليج نحن قلب واحد وشكل واحد وثقافة واحدة، وليش ما يكون بيننا إنتاج مشترك، مخرج من السعودية إلى كاتب سيناريو من الإمارات إلى مدير تصوير من البحرين وانت ماشي. فهذه اللقاءات هي اللي تخلق هذه الفرص، لكل دولة خصوصيتها وتميزها، وهذا جمالنا، وبنفس الوقت نشبه بعض بشكل كبير. بس الفرصة الأكبر هي اللي منحها المهرجان للنجوم الشباب بلقاء عمالقة وأيقونات في عالم السينما. هذا التمازج والاختلاط ما بين جيل مقدرة ونكن له كل الاحترام، وما بين شباب جدد عندهم تطلعات مستقبلية، هو اللي راح يخلق الهارموني ما بين القديم والجديد. هذا التزوج الجميل جدا في مكان واحد في بيئة تشبه بعضها هي اللي أعتقد راح تساعد حتى الجيل الجديد، اللي بيكون له فخر وجود أسماء ثقيلة جدا في عالم الدراما والمسرح وربما السينما، أن يختلط ويوصل الفيلم أيضا هذا الاسم إلى محطات أبعد لولاه ما كان هذا الفيلم وصل. أيضا تكريم النجوم في اليوم الأول من المهرجان السينمائي الخليجي وأبرزهم محمد الطويان، إبراهيم الزجالي وجاسم النبهان كان له وقع خاص هذا العام. الكلمة الطيبة أنا أعتقد هي أكبر تكريم، فأن يتم الاحتفاء بالعمالقة هذا رد، ما أعتقد أنه جميل، لكن رد اعتبار وأهمية واعتراف بأن القامات هذه هي اللي حفرت في الصخر في وقت كان حتى المجتمع ضد الفن، فهذول ضحوا كثير إلى أن وصلوا. والاحتفاء بمسيرة النجوم وتكريمهم من قبل المهرجانات خطوة أيضا أثنى عليها المخرج الكويتي داود الشعيل، واللي خلال حديثنا معه على هامش لقائنا فيه بالمهرجان السينمائي الخليجي تطرقنا إلى السينما الخليجية والكويتية والسعودية. هذا شيء يشكر عليه، تشكر عليه هيئة الأفلام وإدارة المهرجان، لأنه هو مهرجان خليجي يصير كل سنتين في بلدة خليجية، على أن هي تكرم هذول الفنانين اللي هم عطوا. أحلى شيء يصير عند أي مبدع أنه حتى لما يوصل لعمر كبير أو شيء على الأقل يتم تقدير ما أنجزه في حياته، وهذا شيء لا أثر كبير على الشخص. والكويت أيضا كان لها حصة كبيرة بالمهرجان السينمائي الخليجي الأخير في الرياض، وحصدت جائزة أفضل إخراج للدكتور زياد الحسيني عن فيلمه شايب نهني. قدر يصنع فيلم أكشن كوميدي تحت الجانرة هذه ببلد ما فيها سينما، خلينا نقول إحنا بلدنا ما فيها سينما، معتمد اعتماد كلي على الدراما التلفزيونية وعلى المسرح أكثر، فقدر يصنع فيلم بتقنيات تشابه ما هو موجود في السينمات اللي برا، اللي هي خلينا نقول اللي قاعد يصير في الهند وفي مصر وفي إلى حد ما في هوليوود يعني. ولأنه السينما الخليجية تعيش نهضة هذه الفترة وتحديداً الأفلام السعودية، كان لازم نعرف رأيه فيها. شاهدت معظم الأفلام السعودية، وأي نعم بدأ يظهر في بعض الأفلام السعودية أن هناك لغة خاصة محددة صارت الآن. آخر فيلم استمتعت فيه مشاهدته بالسينما هو من دوبلين لعلي الكلثمي، شفنا قصة لشخص ومدينة الرياض، واعتقد البطل الأساسي بالفيلم هي مدينة الرياض. ومندوب الليل أمامه إنجاز عالمي جديد، هو انطلاقه إلى المملكة المتحدة وإيرلندا في 30 أوغست في عروض جماهيرية، وهذا أيضا بعد إنجازه العالمي بحصول مخرج وعلي الكلثمي على جائزة أفضل مخرج قادم، وذلك في مهرجان هو تشي من السينمائي، الأمر اللي أثنى عليه سمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود على منصة إكس، وكتب السينما السعودية إلى نجاحات جديدة، مبروك كلثمي ولفريق العمل. كذلك بارك لفريق عمل فيلم نورة بالإنجاز التاريخي من خلال مشاركته في مسابقة نظرة ما في مهرجان كان السينمائي. بدأ الغرب ينتبه
لأن إحنا عندنا قصص ممكن هو يصير عنده حالة انترست أو انجذاب إنه ممكن يبي يشوفها، وهذا شيء وايد جميل. فيلم نورة أتوقع راح يفتح باب كبير لأفلام أخرى ممكن تأتي من الخليج، سواء من السعودية أو من دول الخليج الأخرى، بأنه ممكن الآن الأجانب أو العالم يبي يشوف شنو عندنا من قصص. من حلقات الأولى قدر مسلسل فرسان قريح أنه يحظى بردود فعل إيجابية على قصته، أحداثه، وأداء ممثليه اللي من بينهم عبد العزيز الشهري ويوسف الدخيل. وهذا العمل اللي حبينا يكون سبوتلايت اليوم بدأ عرضه قبل أسبوعين على منصة شاهد، وأقيم له حفل إطلاق بالرياض، وطبعاً السجاد الأحمر كان موجود لنقل الأجواء وتسليط الضوء على نجومه وصناعه. شيء كبير، أشكر شاهد صراحة على يعني عطتنا المساحة أننا نقدم أعمال قريبة لنا، قريبة للشباب. والله يتمم على خير إن شاء الله وينجح العمل يا رب. مبسوطة جدا، فخورة أني سويت عمل من أعمال شاهد الأصلية، أحس يعني that's a good step بالنسبة لي. طبعا إحنا مبسوطين جدا في هذا التدشين وهذه التجهيزات، نشكر القائمين على هذا المحفل الجميل وشاهد تحديدا. في المرحلة القادمة نتمنى أنه العمل ينعكس على يعني بشكل إيجابي ويعني يرضي الجمهور بإذن الله. طبعا أنا أشوف الـ MBC صراحة شاهد تحديدا يهتموا كثير في التدشينات، هذا شيء مهم صراحة، يعمل تسويق ترويج للعمل، وفرسان قريح من الأعمال المهمة. وأجواء حفل إطلاق مسلسل فرسان قريح كانت رياضية بامتياز، فمن زاوية كوميدية وعلى مدى 10 حلقات يناقش هذا العمل حب السعوديين لكرة القدم، وهذا كان من خلال نادي فرسان قريح ورئيسه أبو عثمان اللي يقدم دوره عبد العزيز الشهري. يعني رئيس نادي وقصة محافظة بسيطة يبغى يصعد هذا الرئيس بالفريق إلى عالم الخصخصة ودوري ممتاز، وهذه هي الفكرة إن شاء الله أنها تعجبكم في أحداث كثير. وعشان يقدر يوصل لهدفه كلف اللاعب المعتزل شافي الشافي لتدريب الفريق كمدرب، يعني أقول إن شاء الله أنه بنصعد بالفريق. وغير أنهم الأبطال، يوسف وعبد العزيز تولوا أيضا تأليف العمل إلى جانب ورشة كتابة. فرسان قريح الاسم بحد ذاته يجذب صراحة، صدقا يعني فرسان وقريح، ونتعرف كلمة قريح يعني كلمة شعبية دائما ترمز للشيء البعيد. جذبني انه نادي كرة قدم، هو شيء مواضيع الكورة دائما تجذب، كوميدي لطيف وبنفس الوقت نادي مو بذاك الزود. فرسان قريح فتح الفرصة امام الكثير من الشباب. والله انا اشوف ذحين فرصة كبيرة طبعا للشباب، هذه فرصتهم، لان الاجواء ملائمة والدعم كبير والامكانيات جبارة جدا، يبدو يشتغلون اكثر واكثر ويكونوا منطقيين ويكونوا متصالحين مع السوق بشكل كامل. يعني مثل لمياء السيف اللي نشوفها بدور لينا. لينا هي يعني بنت مجتهدة ومثابرة، تبغى تثبت نفسها في النادي، صح شوي ما تفهم بالكورة بس تحاول يعني يا فهذه لينا. وهذه التجربة استمرت على مدى 40 يوم من التصوير ما بين محافظة المجمعة، سدير والرياض. في أشياء كثيرة صراحة كان صعب تركيبها في البداية، لكن خليني أقول لك أنه جزء رئيسي من اللي حمسني أني أخذ هذه التجربة هي فريق العمل والمؤلفين. وأيضا في سبوتلايت اليوم اخترنا تسليط الضوء على فيلم قصة ملك الصحافة للمخرج السينمائي علي سعيد، اللي كان لنا فرصة لقائه ضمن فعاليات المهرجان السينمائي الخليجي. في كل بلاد الدنيا الصحفي يجري علشان يكون صحفي، اللي عندنا العكس، الجريدة تجري عشان تجد الصحفي. بعد ما كان عرضه الأول في مهرجان الأفلام السعودية بدورته التاسعة عام 2023، رجع الفيلم الوثائقي ملك الصحافة وحصد إعجاب الجمهور من خلال عرضه في الدورة الرابعة من المهرجان السينمائي الخليجي في الرياض. وهذا العمل اللي يتكلم عن قصة تركي سديري على مدى سنوات من عمله في الصحافة. أستاذ تركي سديري هو أستاذنا جميعاً. أنا عملت في الصحافة، وبعد أن توقفت أو تركت الصحافة وتفرغت لمجال الأفلام كانت ولدت فكرة إن يعني نحتفي بالأستاذ تركي. كانت الفكرة في البداية توثيق لتجربة رجل من الرواد ومن القيادات الإعلامية الكبيرة في المملكة، ولكن لما توغلت أكثر ودخلنا أكثر في حكاية سيرة القصة الأستاذ شفنا
مناطق جدا مثيرة جدا ملهمة أيضا. وسرد الأحداث ومناقشة القصص صار من خلال وجهة نظر عدد من الضيوف والصحفيين اللي واكبوا تركي السديري في مختلف المراحل، وهذا الأمر تطلب وقت من فريق العمل. استغرقنا طبعا ما يقارب السنتين أكثر، عرف شلون هو احنا للأسف هو فيلم وثائقي وليس واستقصائي أيضا، هو ليس برنامج تلفزيوني، هو فيلم وثائقي يهتم بالجانب الإنساني، بالجانب التوثيقي، بالحكايات، بالوثائق، بالأرشيف. فبعض القصص كانت محتاجة وقت، بعض الضيوف كان الحصول عليهم أيضا محتاج يعني وقت، ولكن الحمد لله وفقنا وكنا حريصين على الجودة. والأمر ما كان صدفة أنه يختار المهرجان السينمائي الخليجي هذا الفيلم ضمن فعالياته. شيء ثاني اللي كثير عجبني يعني أنا سعيد فيه طبعا اليوم، أن مهرجان السينما الخليجية اللي يقام الآن في يعني في الرياض يحتفي بأحد يعني الداعمين الأوائل للسينما في السعودية. يعني أستاذ تركي هو كان يفتح صحيفة الرياض لدعم السينما، عرفشان؟ فأن تحتفي السينما به ولو بشكل غير مقصود، وأنا أعتقد أنه لا بشكل مقصود، لأن الأستاذ تركي كل اللي عاش تجربة في صحيفة الرياض يدري أن الأستاذ تركي كان من الداعمين الأوائل والأساسيين بل والمحاربين من أجل السينما السعودية. المخرج جورج ميلر من المخرجين المقلين بصناعة الأفلام، ومعظم تركيزه طوال مسيرته على سلسلة ماد ماكس بعدة أجزاء بدأها في عام 1979. وطوال الأربعين سنة الماضية كتب وأخرج عدد من الأفلام تحت هذا العنوان وفي هذا العالم القاسي، لعل آخرهم كان فيلمنا اليوم فريوسا أماد ماكس ساغا. هذا الفيلم من بطولة آنيا تايلر جوي، كريس هيمسورث، توم بورك، وتدور أحداثه قبل أحداث في الماد ماكس فيوري رود، وتحديداً حول شخصية فريوسا اللي جسدتها في هذاك الفيلم النجم الأوسكارية تشارليز ثورن. ولكن فريوسا نسخة آنيا تايلر جوي لها جو مختلف، خصوصاً أنه الفيلم يأخذنا برحلة لماضيها السحيق، من وين جت وليه هي بهذا الغضب الجامح. تقع أحداث الفيلم بمدة زمنية تقارب الساعتين ونصف، ولكن ما راح تشعر بالوقت أبداً، لأنك راح تغوص بأعماق القصة والشخصيات من اللحظة الأولى إلى اللحظة الأخيرة، وهذا الأمر بسبب عاملين. الأول بكل تأكيد هو جودة مشاهد الأكشن اللي راح تصاحبك طوال مدة الفيلم، والعامل الثاني هو القصة وتنوع الشخصيات. فبجانب شخصية فريوسا يوجد عدد من الشخصيات المثيرة للاهتمام، مثل شخصية ديمنتوس اللي قدمها كريس هيمسورث، وشخصية جاك اللي قدمها توم، بالإضافة لتنوع الشخصيات. فالقصة تفاصيلها متشبعة، وكأن جورج ميلر يحاول أنه يصنع لور وتاريخ حول عنوان ماد ماكس، وهذا الأمر يعني وجود أفلام قادمة من هذا العالم. الفيلم قدم متعة بصرية وسمعية، مشاهد أكشن متواصلة، وقصة متماسكة تعتمد بأساسها على أدب الديستوبيا والمستقبل القاسي الشحيح بمصادر الطاقة. هذا الفيلم وعلى عكس فيوري رود يفتح المجال أمام جورج ميلر أنه يصنع عالم متكامل حول الأراضي القاحلة والصراع بين سادة الحرب. بكل تأكيد أنصح بمشاهدة هذا الفيلم وبشدة، فيلم مميز من ناحية الأكشن. وكذلك أقيم عرض خاص لهذا الفيلم يوم 15 مايو ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي بوجود النجوم وصناع العمل، وشهدت الريد كاربت أجواء مليانة بالحماس والتفاعل مع أبطال الفيلم. وأنا سويت لقاء مع أحد نجوم الفيلم وكان النجم توم بورك، وراح تتابعون تفاصيله في الحلقة المقبلة. يوم 16 مايو تم طرح فيلم أبيجيل في السينما السعودية، وأنا قابلت نجوم هذا العمل كاثرين نيوتن، دان ستيفنز، ويليام كاتلت، كيفن دورند، والمخرجين تايلر ومات، وتحدثنا بكواليس تحضيرات وتصوير هذه التجربة. How do you think Abigail adds to the vampire movie genre? She's leveling it up. She's taking this to the next level. You might have seen a ballerina before, and you might have seen a vampire.
فهذا الفيلم يتكلم عن مجموعة مجرمين يخطفون راقصة باليه كونها ابنة أحد أكبر أباطرة عالم الإجرام، ولكن يلقون نفسهم بمكان مغلق معها ويكتشفون لاحقا إنها مش مجرد فتاة عادية. ومن هنا نشوف كيف دمج هذا العمل عناصر كثيرة مع بعض. How did you make sure the thriller and horror elements blended well together? That was sort of the challenge, and I think the engine that really kept us going creatively was the idea of juggling these two movies, the crime movie, heist movie, and the horror movie at all times. And I think for us, it's really just about characters and how they're sort of interacting with each other. فكل شيء كان مبني على تيمور، خاصة الإخراج اللي جمع تايلور بمات. It was great, and I mean our whole kind of approach to making movies starts with this team here and then expands outward to the crew, to the cast, and our guiding light is collaboration and making sure that everybody feels like their voice is heard. وهذا كمان اللي كانت تسعى له شخصيات الفيلم انها توصل له. حتى شخصيات الأضداد اجتمعت فيه، مثل سامي اللي قدمتها كاثرين نيوتن، وفرانك اللي لعب دوره دان ستيفنز. How did you show the complex relationship between Sammy and Frank? Well, you know, Dan Stevens, he's such a good actor and he brought so much to the role. But a lot of it was just what happened on the day. I didn't know how to approach the character or Dan in general, and look at us now. We like the idea that Frank didn't like any of these people. Very much. And if for all different reasons. I think it's fair to say that you like represent this like Gen Z kind of yes. nightmare that Frank just cannot stand. والأمر نفسه شفناه مع ريكلس وبيتر اللي قدموها الممثلين ويليام وكيفن. We're all on a mission, you know, we're there. We don't know that we're locked into a house. We don't know that it's a trap and it's one night to have to complete a mission, you know, and my job as Rickles is, you know, to make sure that everybody returns. Not only do I get paid, but we all return home. And so I think as we all on that mission, that's what bonds us. You know, the connections amongst each other, you know, they kind of build as the film goes, but off the start, everyone's kind of in it for themselves. يبدو أن الهدف خلف هذا الفيلم أبعد بكثير من مجرد شباك تذاكر وتحقيق نجاح. What message or idea do you hope the audiences take away from Abigail? There's no shortcuts in life. When you want a shortcut, there's going to be something, a consequence for that shortcut. Everybody going in and doing this job, being on this mission, is taking the fast money. Yeah. So it's a shortcut. We've all been offered $7 million to do this thing. Mm-hmm. So it's like, just the fact that we're accepting that we're going to kidnap a little girl, but we get paid at the end, it's like we kind of deserve what happens. ويمكن هذا العمل يرسم الطريق امام نوع جديد من الافلام. I believe I can say that you reinvented the vampire genre. It was crazy how you did that while still honoring the classic themes. It's really great to hear you say yeah. that. Like really really great. I don't think we set out to reinvent anything. I think we just set out to make sure that we weren't too directly ripping anything off and more having fun with the things that we love that came before yeah. and the movies that really made us care about vampires. We wanted to make sure that we weren't stepping on their toes while also using what they created in that world that they built and giving it to you in a way you'd never expect. بفقرة الأفلام الكلاسيكية لليوم اخترنا فيلم التشويق والدراما كتيبة الإعدام، الفيلم من بطولة نور الشريف ممدوح عبد العليم اللي كان وما زال محفور بذكريات المشاهد العربي من وقت طرحه في أواخر الثمانينات. عشان كذا حبينا نستذكر كواليس هذا العمل مع النسرين عكاشة ابنة مؤلف العمل أسامة أنور عكاشة وأيضا المؤرخ محمد شوقي. هو فيلم بيحمل معنى وطني في الأساس، فالمعنى الوطني ده
بيتجدد وعايش جوانا طول الوقت. وهذا اللي ضمن استمرارية نجاح فيلم كتيبة الإعدام من عام 1989 حتى اليوم. الإعجاب اللي يحصده مع الأيام جاي من مختلف الأجيال. بس كمان السبب الأساسي خلف هذا النجاح الكبير هو الكيمياء والانسجام بين المؤلف أسامة أنور عكاشة والمخرج عاطف الطيب. أنا دايما بقول أنه عاطف الطيب هو المعادل لأسامة أنور عكاشة في الإخراج. يعني هم كانوا متقربين جدا جدا إنسانيا أولا ثم فكرة وروح يعني. فكانوا أصدقاء كمان, كان في تلاقي بينهم على كذا صعيد يعني. وهما بيعملوا كتابة الإعدام كان عندهم حالة حماس شديد هما الاثنين إن إحنا بنعمل عمل وطني بالدرجة الأولى محتاج مننا كل اللي نقدر نقدمه. والاثنين كان في بينهم انسجام بدليل إنهم عملوا مع بعض فيلمين من أفلام العظيمة. أولهم كان كتيبة الإعدام ثم دماء على الأسفلت والاثنين بطولة نور الشريف. هذا الفيلم قدم نور الشريف شخصية حسن عز الرجال اللي أتقنها بكل تفاصيلها وخلى المشاهدين يصدقونها. أولا النجم الكبير نور الشريف كان عنده ميزة حلوة, هو لازم يعيش جوه الشخصية. هو كان يقول أنا بممثلش أنا بعيش. المؤلف والمخرج نفسه خلاص هو مش محتاجين يقولوا له او حاجه او يوجهوه. تماما مثل عبد الله مشرف اللي قدر يترك اثر كبير بشخصيه فرج الاكتع بالرغم من صغر مساحتها, فهو ظهر بالمشهد الاول والاخير من الفيلم. فرج الاكتع من الشخصيات اللي انا بشوفها شخصيه مؤثره جدا, وعبد الله مشرف لعب الدور باقتدار خاصه مشهد الفيناله وهو بيموت. والبطوله النسائيه بهذا العمل كانت لشخصيه نعيم الغريب اللي قدمتها معالي زايد. يمكن الاخفاق الوحيد في الفيلم هو معالي زايد, يقال ان كان الدور لنورة لكن لسبب ما نورة اعتذرت عن الدور. لكن انا كنت بشوف ان كان محتاج حد مثلا زي حد تاني يعني غير معالي زايد على اساس ان الدور يكون يعني ركب عليها اكتر. زي مثلا لو كان نورة كان يبقى الياء ليلى علوي أم مثلا يسرى, كان ممكن الأسماء دي كان ممكن برضو تعمل شغل جميل قوي. كل هذه الشخصيات كانت باختيار مشترك بين المخرج والمؤلف أسامة أنور عكاشة المعروف بتدخله الدائم باختيار الكاست. بابا كان عنده حتة تمسك شديد جدا بفكرة أنه أنا مش بكتب عمل وخلاص, أنا بكتب عمل أنا التزامي ناحية العمل ده لآخر لحظة بما فيها ترشيحات العمل, لأن عندي رؤية في كل شخصية أنا مقدمها في خطوطي الدرامية. لدرجة أنه قيل عنه أنه كان دكتاتور في ده يعني, لكن هو ما كانش كده قد ما هو اطمئنان على العمل. أما المخرج عاطف الطيب فكان دائما حريص أنه يقدم أحسن ما عنده لأنه كان في شعور دائما يرافقه. في كتيبة الإعدام مدير التصوير الأستاذ سعيد شيمي كان المخرج الكبير عاطف الطيب كان بيستهلكهم استهلاك كبير جدا لدرجة أنهم أكتر من 18 ساعة عمل. طب ليه؟ الفيلم أولا مش مستعجلين عليه, مش نازل في سيزون قريب. مدير التصوير الأستاذ سعيد شيمي ربنا يديله الصحة طبعا قال له لا أنت كده بتموتنا, عايز تنتحر انتحر انت, إنما احنا مش هنتحر, انت كده بتموت نفسك ببطء. هز راسه وقال له فعلا يا سعيد انا حاسس ان انا هموت قريب, هتساعدني عشان اعمل تاريخ لنفسي ولا لا؟ ونسرين علمتنا اكثر عن الذكرى اللي معاها من الطفوله عن هذا الموضوع. يعني الحقيقه انا كنت طفله بس انا كنت فاكره كويس جدا ان في احاديثه معاه كان طول الوقت بيتكلم انه عارف انه ماشي, وطول الوقت هو شايل على كتفه فكرة ان انا عايز الحق اقدم اللي انا مهموم بيه قوي ده للبني ادم المصري عشان انا عارف اني مش قاعد كتير. فانا ممكن اكون مش قادرة احدد بالظبط في اي نقطة هو كان بيوصل رسالته وكأنه بيتنبأ بوفاته, لكن اقدر اقولك ان في كل تفاصيل وكل لقطة وكل زاوية هو خدها عاطف الطيب هو زي ما تقول شاحن كل طاقته انه يقدم اللي عنده في اللقطة الصغيرة دي عشان عارف انه مش قاعد كتير. وهذا الامر ما سمح لهم يحولون الفيلم الى مسلسل درامي مثل ما كان مخطط أسامة أنور عكاشة. فكروا في ده, واتصور ان طريقه كتابه بابا للفيلم ومناقشاتهم سوا وهما بيحضروا للفيلم وبعدها كانت تحمل انه ده وارد جدا حدوثه. اعتقد ان دي كانت امنيه بابا يعملوا بشكل او باخر بعد كده دراما. الاكتر بقى اللي انا اول مره اقوله الحقيقه ان هم بابا يمكن كان عنده هدف خفي انه عاطف الطيب هيدخل الدراما بعد كده هيدخل, وانا هدخله الدراما يعني هدخله. وبكذا حلقتنا لليلة انتهت, ان شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا بمواضيع الليلة. الحين نودعكم ونشوفكم الاسبوع الجاي بحلقة خاصة بفعاليات مهرجان كان السينمائي. في امان الله.